يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، للذين يسرقون السيارات اليوم من عند البيت وهي مؤمنة من حيث الأبواب وفيها جرس الإنذار، هل هذا يكون ليس سرقة من حرز؟ لا، إذا كسر الباب باب البيت ودخل عليها وخله هذه سرقة، أما إذا كانت في الشارع هذه ليست محرزة، اللي في الشارع ليست محرزة، وإغلاق أبوابها ما يعتبر حرزا، لأن فيه ما يفك الأبواب ويفتح الأبواب. نعم.